من اجيت للدنيا اكتشفت عندي اخوان واخوات فرق بيناتنا تقريبا كبير 22 سنه وراها 20 سنه، فكلهم كبار بالعمر وانا اجيت يعني شلون عبالك بتهم. واول ما اجيت صرت امي كبيره بالعمر فانطتني الخالتي، فظليت بين خالتي وبين امي اروح واجي انا المدلله مال البيتين، كل شيء موفرين لي ويحبوني، وأنا يعني عندهم اللي هذه اللي ما يقولوا لها لا، يعني دائما أنت وين تردين وين تروحين وين تجين للعائلتين. يعني هيك شخصية تواجه مشاكل كلش هواية بالبداية، إنه يكون هي عندها بيتين فعندها حياتين منفصلة واحدة عن الأخ، هاي الحياتين تأثر عليها بصورة شخصية على قراراتها الخاصة، فحتكون إنه قراراتها كلها خطأ أو مو كلها، نقول أغلبيتها خطأ. فرق السن ما بينها وبين أهلها هذا همنا كلش خطأ، أو ماكو احتمال ما تلقين عندها فد شخص مقرب إنه يعرف تفاصيل يقدر نقول مثلاً إنه يفهمها إنه هذا شيء صحيح أو خطأ، فهذا الشيء كلش عنصر مهم. وبهواي حالات مرة مو بس بهذه الشخصية، يعني بهواي حالات أكو شيء. أولاً خلينا نخلي فد وصف معين لكل الجيلين. الجيل السابق يعني فترة السبعينات فترة الثمانينات جيل تربى على أنه أنت نفذ المطلوب منك في بيئة الأسرة ثم ناقش، وإحنا أغلب العوائل تقريبا ربط على هذا النمط. الجيل الحالي في جيل التسعينات إلى حد الألفين الجيل اللي دخل هسه الجامعة اللي ميزه هو الجرأة بالطرح، وأعتقد الأحداث اللي عشناها من 2014 إلى حد الآن كفيلة أنه كشفت الوجه اللي يوصف به هاي الفئة المجتمعية أو هاي الفئة العمرية اللي دي يعيشها مجتمعنا العراقي. بالنسبة للحالة موضوع البحث بالدرجة الأساس الفيصل المشترك بينها حتى وإن اختلفت الفوارق العمرية معيار تمييزها هو الوعي. من الممكن أني أنه تجي عندي طبقة شابة أو طبقة فتية إذا جاز التعبير عندها وعي اجتماعي عندها ذكاء اجتماعي تتحاول تتغلب على أو تحصن نفسها من أكثر المشاكل اللي يعانيها المجتمع. بالمقابل عندنا فئات لا توقف نموها الاجتماعي أو توقف نموها العقلي إلى مرحلة معينة من الزمن أنه يابا إحنا ترى ربنا ترى إحنا على هذا الجيل إحنا آبائنا ما ربونا هيك، فيحاول ينقل كل الثوابت وكل المعطيات إلى الجيل الذي يليه. وبالحقيقة يعني هذا خلاف حتى طبيعة النفس البشرية، الفطرة مقبولة على أنه يعني مقبولة ومجبولة على أنه تستكشف الأشياء هي ليش ممنوعة، وإحنا عندنا المثل الشعبي اللي يقول كل ممنوع مرغوب. وكذا الحال معتباطا لما سيدنا علي عليه السلام يقول لا تربوا أبناءكم على أزمانكم فقد خلقوا لزمن غير زمنكم. هذا لو وضع معيار لكل الفئات العمرية اللي تعيش بهذا البلد ما أعتقد أنه راح يصير نوع من التفكك الأسري حتى ولو على الجانب النفسي مثل ما هو مطروح في القضية موضوع البحث. هواية أكو هيك حالات دا تمر علينا إحنا بالمحاكم، يعني أكو احتمال هذه البنية كبيرة بالعمر، أكو أصغر، أكو أعمار قاصرين، يأثر هذا الموضوع عليهم. يعني تلقين الأماية فد عمرها 30-40 سنة ما توعي بتها تشمرها هيك مواضيع كلش عادي، فما تفهم بتها شنو احتياجاتها أو شنو التفاصيل إن كانت الأماية أو إن كانت الأخت أو حتى تكون الخالة. لحد ما أنا يعني كبرت بديت إنه أوصل متوسطة هم اللي تزوجوا اللي تفرقوا، فإحنا من عائلة متمكنة الحمد لله والشكر، اللي تزوج يعني يطلع من البيت من الولد والبنات هماتين هم تزوجوا يطوهم حصص، أمي توفت أبوي توفى، فبقينا بس أنا وحدة من أخواتي ذن اللي كبار بالعمر والبيت إلنا. فهي خطية يعني وصلت مرحلة بأنه حالتها مريضة كلش وطلعتها مرض يعني مو زين، فهي شرطت عليهم انه هذا البيت يصير باسمي. حيعتبر طمع من ناحية الزوج اذا كانت عندها ورث بالضبط، حيكون خاصة اللي كانت الطبقات ما متساوية فحيكون طمع. اما من ناحية اهلها فهو ضمان للبنية، اذا نحكي على الشخصية اللي عندنا ف
يكون انه هو ضمان من عتها كلش متفضلين اهلها عليها بهذا الموضوع، بس من ناحيه كزوج لا، هاي فيها اكو مرات مشكله. وهو ما قالوا شيء ضمان الي، لان قالت اني يعني اذا الله كاتب لي عمر يعني ابقى وياك، واذا لا انت شلون؟ ففكرت بيها خطيه وسجلوا البيت باسمي. خلال هاي الفتره اني يعني وصلت لي الاعداديه ووصلت لي الكليه، واني بالكليه اكو شخص كان بالمنطقه كان كلش معجب بي وحاب انه يرتبط بي. اني الارتباط كارتباط وحب وهذه بالبدايه رفضت، بعدين صار بيناتنا كلام، صار بيناتنا اتصال. نرجع من المنطلق الاول اللي ذكرناه بالبدايه، قلنا هو الوعي هو اللي يحكم هذه المساله. ممكن يكون على طمع، والحاله اللي حاليا موضوع البحث ممكن تكون بعيد عنها. الدليل انه الشخص اللي كان متقرب من عندها ما عنده اي علم، يعني من عرض الحاله الى نهايتها، من بدايتها لنهايتها ما عنده علم بانه البيت مسجل باسمها. هذا اندل على شيء، اكو فد مستوى معين من الذكاء الاجتماعي موجود عند هذه البيئه، على رغم كل التحفظات اللي موجوده. يعني انه اكو نبته حمايه مجتمعيه، ولكن بس محتاجه تنميه لا اكثر ولا اقل. الاسره اللي هي عايشه بيها والبيئه اللي هي عايشه بيها هذه الحاله نظرت لها من الجنب الماليه فقط، وهذا يعطينا مؤشر ثاني انه تحصين الاسره وتحصين الطفل وضمان المستقبل له هو مو فقط انه اني اسجل له بيت باسمه او اسجل له فد عقار معين باسمه. زين شنو الفائده انه اني اسجل بيت او اسجل اي عقار واني اخلف لي فد تركه ثقيله من فئات تمليل المجتمع او تمليل البيئه المحيطه بي بمجموعه من العقد النفسيه، شعور بالنقص وغيره وغيره. هذا دليل على انه ليس المال هو كل شيء، وليست الماده هي معيار العطاء. اكو ناس عندها اموال، واحنا نعرف عندنا مثلا يعني في بعض الحالات اكو تجار مثلا من واقعنا المعاصر نعرف اللي انتهى بهم الحال بالافلاس، اللي انتهى بهم الحال الى الانتحار. ايش قد ممثلين عندنا احنا يعني اللي اشتغلوا بالكوميديا واشتغلوا وغيرها وانتهوا بالمصحات النفسيه ودور الرعايه وغيرها. فقياس العطاء بالجانب المادي هذا اكبر خلل ممكن انه احنا ناشره قدر تعلق الامر بموضوع الحاله. بس هو التفاهم والتقارب بين الشخصين بافكارهم وبمستواهم الاجتماعي يكون هذا افضل من ما اني اخذ شخص احب انه اقل من عندي حتنازل كلش هواي، والتنازل من الطرفين هذا ما يبني، هذا يدمر. هذا من وجهه نظري اني الشخصيه، ما احكم عن الكل. قلت له شنو نيتك؟ قال لي انه انا اتقدم لك. فاتقدم ما قبلوا اهلي، لان هو كان ما عنده شهاده وما عنده وظيفه وقاعد ويا اهله واهله عائله، فقالوا انت مو مناسب واحنا بيتنا كل شيء موفر لها وبيتنا يعني مو مستواك. شوف وحدة مستواك هي متعلمة، ما قالوا لي على سالفة البيت، بس هم هذا اللي ببالهم انه انا هذا بيتي، اخاف هذا يجي يدخل على ضمان. بشكل عام يعني موضوع الكفاءة قدر تعلق الامر بالحالة هي يعني تقبل الصواب وتقبل الخطأ. شلون تقبل الصواب؟ انه هم فكروا بحماية بيتهم وضمان مستقبلها عن طريق انه تستقل ببيت واحدة. أغلب العوائل العراقية يعني إن لم يكن الأغلب نشأت في بيئة مفادها بأنه الولد إذا تزوج لازم يستقل عن أهله. بس هسه الظروف الاجتماعية وظروف الحرب والظروف والتبعات الاقتصادية اللي ترتبت على هذه التبعات هي اللي جبرت أغلب العوائل أنه تسكن يعني بمساكن إذا مو واحدة فقريبة واحدة على الثاني. هذا من جانب. من جانب الثاني وجه الخطأ اللي بي من الممكن أنه تكون هذه العائلة أو البيئة اللي تربت عليها في يعني البنت موضوع البحث ده تخلي الرجل في موضع اختبار، وهم بجانب من الصواب. ليش؟ إحنا نعرف لما تتقدم المستويات المجتمعية أو لما يصير أكو فوارق زمنية معينة، تدرين الزمن يتغير مو بس وقت، تتغير أعراف، تتغير مفاهيم، تتغير ثوابت. فهذه المسألة مو مسألة قابلة، يعني مسألة مو مطلقة ونسبية، تختلف من شخص لشخص.
فهو ظنيتي أنا متعلقة به أكثر، ودائما إحنا سوية دائما نسولف، بس أنا أقول لك يعني ما مو على طول، لأن يعني حتى لا أحد يكشفني ولا شيء، ولا أنا اللي خلق إنه 24 ساعة سولف أو واحد شوية، بس إحنا التواصل علاقتنا استمرت 10 سنوات. يعني ما أعرف أقولش إنه إذا كانت عن طريق البنية أو عن طريق الولد، فهي بالحالتين هو خطأ نقدر إحنا نقوله، بس ما نقدر نحكم عن الشخص اللي هو عايشه. احتمال الشخص اللي عايشه يشوف هذا صح، أو يشوف إنه هذا الشخص اللي هو المناسب بحياته ويتنازل عن كل شيء على موده، بس المقابل هو ما قدر المدة اللي هو به، أو ما احترم الشخص اللي وياه. ف يعني خلاصة هذه التجربة بقاعدتين. القاعدة الأولى، الإنسان مو ابن بيئته، الإنسان ابن تعبئته. يمكن هذه الحالة ما لجأت إلى الانتظار لهذه المدة إلا من قلة التجارب، والإنسان ابن تجربته. إحنا عموما، سواء يعني عملي بالمحكمة أو عملي كتدريسي بالجامعة، تعرض علي تجارب، ممكن أنه أخذ من عندها الصالح وأقتدي به، وأعرف من عندها الطالح وأتجنبه. اللي اكتشفته في هذه الحالة هي أصلا قليلة التجارب، يغلب عليها طابع ما أريد أقول انطوائية، بحكم أنه هي درست كلية وواجهت خليط من فئات المجتمع، بس نوع من الانزواء أو نوع من الوحدانية اللي تخليها مثل ما كانت هي محدودة في بيئة الأسرة، حتى في بيئة العلاقة صار بها نوع من المحدودية، على اعتبار أنه لخصت كل كيانها في شخص واحد. فمسألة الانتظار يمكن طبيعية قياسا على هذا التفكير، ولكن قد تكون مهولة بالنسبة للي يعني للفئات والطبقات اللي تواجه أكثر، يعني أكثر يعني أكثر الفئات المجتمعية تنوعا. فهي أهم يعني المسألة يعني ما مضبوطة بضابط أنه أني أحكم عليها أحكم على هذا التصرف بالنجاح أو الصواب أو بقلة الحكمة بهذا التصرف. إذا أريد أشبهها بشكل ملموس، مثل المسطرة اللي بها وحدات قياس مختلفة، نحاول نجمع كل هذين الثوابت الموجودة. عندنا الثابت اللي هو إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا واحد. عندنا اثنين، تنكح المرأة لأربع، مالها وجمالها وحسبها ونسبها ودينها. المعيار الثالث هو شنو؟ المعيار الاجتماعي، اللي هو شلون ببساطة حتى اللي جيل التسعينات وجيل الألفينات المقبل على الزواج يفهمها. انت اذا ما يكون عندك استعداد، ما نريد نقول مالي لانه يعني احنا قناعتنا المال يروح ويجي، قناعة نفسية وقناعة مجتمعية، انه انت بالامكان انه تقود مؤسسة اسمها الاسرة، راح تنتظر من عندك نتاج تجاه المجتمع اسمها اسرة نافعة أو أسرة صالحة بالمجتمع، أقلها مو للمجتمع، لنفسك. إذا أنت ما مستعد جسديا ونفسيا ومن ثم ماديا على الخطوة، على أنه واحد يخطو هذه الخطوة، فالصواب أنه يعني يغض النظر عنه. خلال هذه العشر سنوات هو قدر أنه من البيت مات بأنه يسوي له فوق يعني بناء خاص بينا مثل المجتمل، ويعزل درج، هم إجى بعد ما كمل هاي هم رفضوا، بعدين قدم حتى يكمل دراسة وكمل دراسة وقبل كلية وبدأ مراحل الكلية، وصل المرحلة الرابعة هو، وهماتين قدر بأنه يشتغل بوظيفة حكومية بالبداية عقد، فوصل مرحلة أنه الولد كامل من كل شيء. بعد شنو اللي السبب؟ فإجا تقدم هاي آخر مرة، ما حسبتهم كم مرة خلال هاي 10 سنوات يحاول ويرفضوه، لأن هو الرفض باعي. أنا عندي اخواني واخوات، من يعني اخواني من امي واخواني من خالتي، فاذا ذولي يقبلوا وذولي ما يقبلوا، فكان هاي المشكله الصراع بيناتنا. فقال انه ماني بعد، ماكو حجه، اني كل شيء كملت الشهاده والبيت، وش تردون بعد؟ واني اصريت خلال هالسنوات كلها، شفت هذا انسان رايدني صدق، وجاي يقاتل وجاي يسعى وجاي يخلص شهاده ويخلص كل شيء على مود أنا حصله. هوايت قدموني، ما أقولك هوايت قدموني، بس ما أرغب، ما أنا يعني هذا الولد يعني أنا مقتنعة به وحابة إنه هو يكون. فأهلي أخواني من خالتي قبلوا، وأخواني من أمي ما قبلوا،
وقالوا إنه إحنا إذا ما نحضر لا عرس ولا نخلي إيدنا بإيده، تريدون أن تزوجوه وعاد لكم صلاحية، بس إحنا ما نحضر، إحنا ما قابلين. هواية والله صايرة عندنا هذه الحالة، إنه أكو فرق طبقي بكل الطبقات، خلينا نقول مو طبقة ولا طبقتين، بس أكو الطرفين مرات شخص من عندهم يعاند، وأكثر شيء يجي على الابنة هي اللي تعاند وتريد هذا الشخص، فتحاول بكل الطرق ترضي بكل الطرق، تتنازل بكل الحالات على إنه لا أنا أريدها فلان، أريدها بكل الحالات، أتعاند أهلها ما تعاند أهلها. أكو بعض العوائل يتبرون، ومرة عليها وحدي أكيد سامع هذا الموضوع، يتبرون ما عندي مشكلة بيها، بس هذا شيء قلة وعي أعتبره. فقبله صارت الخطوبة، ما نقول لك بقت يعني مشاكل بيناتنا، مشاكل نسمع من يومهم يحجون. أنا خلال هاي الفترة يعني تعرفين أني توظفت، ومتوظفت قدرت أجمع وقدرت إنه إيش، ما خليت شيء بنفسي، اشتريت كل شيء وأهلي اشتروا لي هماتي، فهدايا عندي هواي هواي شغلات. فتزوجت، تزوجت زواجي يعني من أول يوم، من يوم الدخلة صارت يعني تعرفين كل شخص أنا شي أقول هذا متشوق ويحبني، وصار لي 10 سنوات. بس صارت هاي الليلة كلش صعبة علي، ما راعي أي شيء إنه أنا هذا الشيء جديد علي، فأنا تأذيت وصار عندي نزف، والمفروض أروح الدكتورة، هو منعني طبعا، فما أعرف شلون يعني كم يوم، والحمد لله توقف هذا الموضوع. يحتاج لنا أولا أنه التوعية، ما أريد أسميها الدينية، بس مضطر أنه أنا أحكي بيها حتى نراعي كل الفئات الموجودة. الحديث يعني يروى في الأثر يعني من الأحاديث النبوية أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتوهن بكلمة بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. إحنا عدنا بالقانون نسمي عقد الزواج نسميه من عقود التمليكات الخاصة، هي مو سلعة ولا هي موضع قضاء الشهوة بشكل يستوي فيه الإنسان والحيوان، لا بالعكس وارد جدا. إذا قل أنا ليش ذكرت التوعية الدينية؟ حتى أنطي رابط مقدس يعني، ولهذا ليش كانت قوانين الأحوال الشخصية محكومة بأحكام الشريعة؟ ضيف عليها نوع من القدسية، ضيف عليها نوع من الإجلال، نوع من الاحترام، وهذا من تقديس شريعتنا السمحاء للمرأة بشكل عام وللزوجة على وجه الخصوص، على عكس ما يشاع. هذا من جانب. من جانب ثاني بالنسبة للتوعية، هذا يعني يستوجب من عندنا كذلك أنه أعرف بالأحوال الطبية والبدنية، هذا طبعا جانب من الثقافة العامة اللي واجب على الناس أنه يعرفوا لها وأن يتوعوا لها، لأنه أغلب قضايا التفريق وأغلب قضايا الطلاق وغيرها السبب هي عدم الجرأة بالطرح، مثل ما اتفقنا مسبقا، عدم الجرأة في عرض المشاكل حتى على الأهل. والدليل أنه الحالة اللي احنا دا نناقشها دا تقول أنه أنا استحيت أنه أحكي ويا أهلي، لأنهم حتقول أنه مشاكل بيناتكم، هي بالفعل بيناتهم تجي للواقع. فحتى نخلص من ذريعة أنه بياناتكم، لا أنا لازم أتوعى أنه أنا لازم أتصرف بشكل يستقيم مع الثوابت الشرعية اللي أصلا بني الزواج عليها، يتفق مع الفطرة البشرية، أنه هذه أيضا نفس بشرية يجب أن تكرم، يجب أن تصان، يجب أن لا تهان، يجب أن ينظر إلها بالرحمة والمودة، لأنه هو أصلاً الغاية من الزواج هي السكينة، مو فقط قضاء الشهوة أو فقط مجرد أنه يفرغ كل الكبت اللي موجود عنده، لا بالعكس. المنظومة الأسرية ومنظومة الزواج وخاصة من نطاق الشريعة الإسلامية هي أسمى وأعلى وأكرم من الطريقة البشعة اللي تسوق إلها بشكل مخطئ. إذا نحشي على الشخصية اللي عندنا، ف أرجع وأقول قلة وعي، إنه إنسانة ما تعرف أي شيء عن الحياة الزوجية، أو أن يكون فارق عمر، أو أن يكون عمرها إن كان، بالنسبة بصورة عامة إذا نجي نحكي عليه، فنسبة 90% خلينا نقول من البنات 90% ما يعرفون أي تفاصيل عن حياة الزوجية، وشنو مجرد إنه خلاص الزوج يروحي
زين هنا أنا دور الأهل في حالة إنه أني أقعد بنتي وأفهمها التفاصيل. أني واي شايفة حالات قبالي نهائي ما نفهمها أهله. أكو بيهم يكون إنه الطرف الثاني هو يعرف، وأكو بيهم لا دي يتأذون، دي يتأذون وتوصل مرحلة إنه مستشفيات وعمليات. فهي قلة وعي، ولا هي أنت تقدرين مثلا تسألين حتى اعتبريها عيب. بس هو كاللي القصة لا، الشخصية اللي عندنا لا، هو إنسان كلش همجي وما يتعامل ويا المقابيلة على أنه هو بشر، دا يتعامل ويا على أنه هو حيوان، وهذا الشيء خطأ. يعني أنت من دا تجي وتزوجت وصار عرس وهاي، أنت مو شيء ملكته، هذا لا هي سويتش سيارة ولا هو بيت ولا هو أثاث ولا هي قطعة من الأثاث، هاي روح. أنت الشخص اللي يربي له حيوان يقهر عليه، إذا تربي له قطة أو كلب تقهر عليه، مو عاد بشر وتأذيه شيء أذية لا. بالنسبة لشخصية الزوج في القضية موضوع البحث، إذا أقدر أوصفه بشيء فهو يوصف بلفظ السادي. شنو معنى السادي؟ السادي يحاول شخص أو هو شخصية غالباً ما ماخذ دورها بالمجتمع بشكل صحيح، ما فاهم غايتها من الوجود، يحاول جهد الإمكان أنه يلقى أي ثغرة مجتمعية أو أي ثغرة نفسية تجاه المقابل، أنه يطلع كل عقده وكل النقائص اللي بي. يعني أضرب مثال، شخص تربى في بيئة أنه الأب يقتل والأم تنتقد والأخ ما له علاقة بأخوه، من راح يكبر وراح يأسس أسرة راح تكون ناشئة على نفس النسق، فيشوف هذا الضرب ممكن راح ينقله أو ينقل تبعاته أو ينقل آثار النفسية راح ينقله للابن. ضربنا مثل على الشخصية السادية، مثلا قلنا أب نشأ في بيئة أنه الكل تعنفه والكل تضربه، هذا على مستوى الأسرة. على مستوى العمل نشوف مثلا تدريسي، أستاذ بمدرسة، أستاذ بجامعة، ما أخذ موقف معين من زميل إله أو ما أخذ موقف معين من أستاذ إله سببت له فد أثر عميق أو جزء يعني فهم هذا التصرف بشكل خاطئ وأخذ على نفسه بعض من المحامل، بحيث أنه ولدت عنده نوع من العقد يعكسها على الجيل اللي بعده. شنو المبرر؟ راح يقول انه والله اني هيك صار بي وكذا، ويبدي يتحلف يعني انه كل اللي صار بي الا طلع بالوراي. فهذا الحال ممكن انه ينطبق على مثل هكذا ازواج، شخص مثلا يعني ما فارض شخصيته ببيئه العمل، مهمش، شخص ان غاب لا يعد، وان حضر لا يفتقد، وان غاب لا يعد، من يعني من هالقبيل. هذا هذا اللي هو الشخص السادي. لأن بالضبط، لأنه ماكو حل ثاني بيه يفرض الشخصية. يعني لو يعني أذكر كلام أحد المربين يقول التربية دائما باللسان وبالكلام، ولو كان بالعصا ولو كان بغير ذلك لبعث الله الأنبياء بالعصي. فالتربية والأسلوب الطيب والطريقة الحسنة، بحيث أنه أني أسحب الطرف الآخر للجو والمود اللي أني عايش بيه أو للبيئة المجتمعية اللي أني عايش بيها، ممكن أنه أسوقها يعني بشكل إيجابي، من حسن التصرف، من حسن الخلق، من حسن التعاطي ويا المشكلات اللي تواجهنا سواء في بيئة الأسرة أو في البيئة المجتمعية. وبدأت معاناتي ويا هذا الموضوع، هذا الموضوع يطلب مني يقول لي حقي هذا الشرعي مو مرة ومرتين، ثلاث خمس مرات ست مرات باليوم، وأني عندي التهابات وأني مريضة. شيء بنعني همتين إنه ما أقدر أحكي ويا أهلي، تليفوني دائما يعني هو موجود، وإذا هو مو موجود يساعد أخواته، هو ماخذ إجازة وأني همتين ماخذ إجازة. زين أنا شلون أقدر أخابرهم أو أحكي؟ حتى إذا أكتب رسالة هو بعدين يجي يدور بتليفوني، لا تقولين تروحين أهلك ولا تشكين ولا تقولين مش بيجتمع بيتشي، أنت ما حرمتني وهذا أهم شيء. وأكو أشياء مقززة كان يسويها، مثلا يبقى دائما بدون ملابس، وهذا الشيء ينرفزني لأنه ما متعودة. صح أنا أحب هذا الإنسان، بس أكو أشياء
حسيت انه شخصيته بهذا الموضوع متاثر باشياء لا اخلاقيه صراحه. اذا نجي احنا نحكي على تفاصيل انه البنيه لازم قبل الزواج انه تكون ماخذه تيست عام على مشيك كل تفاصيلها، هذا بالنادر اشوفه يصير، يمشون على فقط تيست مال الدم ومال عقد الزواج، هذا اللي هو ما يطلع لك فقط الفيروسات اللي هي تكون معديه او مو معديه او شنو اللي اثر، هاي اللي احنا نعرف بيها والكل يعرف بيها. اما التيست اللي هو اللي الدكتوره النسائيه او شيء بالنادر اكيد اصلا ان كانت متزوجه او لا متزوجه انصحهم انه يروحون دكتوره نسائيه، هذا شيء كلش مهم مصلحتها والحياتها الشخصيه، يعني مو فقط انه والله للزواج، لا بالحياه العامه لازم اكو تشيك كل 6 اشهر. ما يترتب عليه المواد القانونيه 399 و398 دني كلهن مواد يشرحن على الاغتصاب ومشاكله او اللي ذا اعتدى على زوجته او ان يكون اعتدى على شخص غريب، فهذه تعاقب عليه القانون العراقي ويوصل مرحله سجن 7 سنوات اكيد. اما اذا كانت فهي تعنفت إضافة إلى أنه هو اغتصابها تعنفت، فهنا تجي محكمة العنف الأسري، والحمد لله والشكر أنه خلال هاي الفترة تطورت كلش محاكم العنف الأسري، كانت قبل مفعالة سحاليا فعالة وتجيب حق. فيعني أنصح أنه النساء اللي أي أحدة تتعنف لا تخاف من العالم ولا الحكي العالم. أربع كلمات: تجنب الخوف من الرفض. مجرد أنه أنا أربي نفسي على أن أقول كلمة لا، أو أربي نفسي على أن أقول أنه أنا أرفض، ترفض طبعا لدواعي ومبررات مقبولة ومنطقية، لما أنا أوصل إلى هذه النقطة أنا معناها وصلت إلى قدر كبير من الوعي. ممكن ينعكس على البيئة الأسرية وحتى على البيئات المختلفة، تعليم، صحة، غيرها. إذا تنشأ هذه البذرة تبدي بي وبجنابك وبالفريق وامتداداً لأوسع طبقة معينة من المجتمع، هذه هي شو مثل ما نقول المعادلة الفاعلة اللي ممكن أنه نستقي من عندها فكرة التوعية بأي شكل من الأشكال. وهذا الشيء ما اكتشفته أنا خلال هذه السنوات، لأن ما كانت علاقتنا محدودة، ما وصلت لهذا الموضوع. يمكن أكو هواي علاقات يصير بيناتهم ويصير بالتليفون، وإحنا لا، ما كان أكو هذا الشيء. أنا هذا الشيء يكون بعد الزواج، حتى هو ما يسولف بي، فأني ممنوع علي أي شيء خلال هاي الفترة. لحت شوي أهلي ولا أقدر أحرمه من شيء، وطلبت منه بس أني آخر أيام 20 يوم من زواجي لحد 24، هاي الأربع أيام إنه أروحي بس لأختي الكبيرة، أروح لها بس أروح أتعالج، أروح الدكتور، لأن أنا جاي أموت كل مرة تصير، أما جاي أتحمل الألم. وأكيد البنات والأطباء إذا يسمعوني راح يفهمون الموضوع، أنا لازم أتعالج وهذا ممكن يسبب مضاعفات. هو ما قبل لحد آخر يوم أنا يعني كل يومية، يعني هاي الأربع أيام نتعارك ونتصايح، ما حد يجاوبنا وما حد يسمعنا، والبيت الجو هم عيالي ما يتدخلون ابدا. فاخر يوم نزل هو تقريبا الساعه 10 بالليل جوا وصعد اخواته كالعاده، فانا دزيت له رساله منرفزه، يعني دزيت له هسه تصعد، اذا مو هاي انا هسه اروح لو بنفسي من فوق. فهو اجى قال لهم طلعا لاخواته من 10 للثنتين، هو بس يضرب بي، ما خلى شيء بجسمي، ما ضربني وسحب المسدس خلاه براسي. نجي على شخصيتنا، انه هي من اول شغله من تاذت وتعرضت للضرب ساعات، كانت خطوه كلش ممتازه انه هي راحت للمستشفى وسوت تقرير طبي، هذا يفيدها 100% بالدعاوي مال العنف الاسري. في حاله انه قامت دعوه بالعنف الاسري هذا يضمن لها حقها ويضمن حاله الضرب والتقارير اللي تصير، انه شنو اثار الضرب وبيا مكان وشنو التفاصيل. في حاله انه هو الزوج ادعى قال انه هي ما انطتني حق الشرعي، فالتقرير الطبي يبين انه هذا هي ناطيه حق الشرعي او لا، هذا كله يبين تفاصيله.
فهو مو مجرد تقرير طبي انه والله اشعه والله اثار ضرب على هاي، لا هنا حيكون تشيك عام ما دام به دعوه جزائيه. اما نجي على الحالات البقيه اللي احنا نذكرها انه مراحل الدعوه، مراحل الدعوه انه هو يضمن لها حقها على الاقل تعرض لها، انه هو ما يتعرض لها مستقبلا. تعهد بالضبط، انه تسوي له تعهد. وهنا القانون قلت لك انه هو يكسر ظهر حاليا صاير، ومع المراه لان سبب زياده العنف على النساء ان كانت مو فقط انه هي زوجته، ان كانت اخته وان كان امه او ان كانت قرايب، كلش العنف دي يصير على النساء بصوره مبالغ بها. فاحنا حاليا القانون دي يشتغل على هذا الموضوع، دي يحاول يحمي المراه من هيك شخصيات خلينا نقول عليها. وان شاء الله يعني التطور كلش كبير هاي القوانين. ممكن تستمر مثل هكذا اسره ناشئه، انا افكر بها مو كحاله زواج، انا افكر بها من منطلق انه انا عندي اسره، عندي رقم مسجل بالسجل المدني، ما اقدر ما اريد الغي، مو من مصلحتي انا كمجتمع انه الغي، من الغي معناها انفيه من الوجود، فهذا مو بصالحي. اذا اريد ان يستمر هذا الرقم او السجل العائلي موجود عندي بطريقه مناسبه وبطريقه محافظه، اركز بجانب التوعيه بكلا الطرفين، كل طرف يعرف الحق اللي له والعليه. يمكن الزوجه نظرت للموضوع بنظره شخص ممكن انه انا اضغط عليه عن طريق الماده، واخذت حقها قانونا، اخذت حقها بالتفريق وبالمؤخر وغيرها وغيرها، وهذه من الحصانات اللي يضمنها القانون، وماكو اي اعتراض على هذا الشيء. ولكن لو نظر للموضوع من زاويه ثانيه، من الممكن انه يتجنب هذا الرجل كل الخسائر لو اصلح نفسه. شلون يصلح نفسه؟ لا، انا اعرف نفسي كزوج، ليش؟ رب العالمين يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، انت ليش دا تنظر بس اللي عليها؟ انظر للي إلها، إلها من عندك حسن المعاشره، إلها من عندك طيب الكلام، إلها من عندك انه تتلقاها بوجه غير اللي تواجه به صديقك. يعني انا اروح مثلا بالقهوه اضحك واسولف واتشاقه وكذا وفوت للبيت، يعني عفوا على الكلمه، ينزل وجه العسكر اللي عندي، يعني وكانه ضابط فايت مو ربو اسره. ايه، فاحنا نحاول جهد الامكان انه ينفك هذا الجمود، انه ترى نجاح الاسره مو انه تقعد تضبط عليهم. يعني هذا وقت ما اريد اقول راح، ولكن موضوع انه انت تضبط مسار الاسره، انه تحترمهم مثل ما هم ملزمين بانه يحترموك، واجب عليك ان تلقي هذا ان تقابله بالاحترام حتى تامن السكينه النفسيه لهذه الاسره. هذا موجود وبنسبه 75%، خلي اقول لك اياها، ما اقول لك 50، 75 موجود، بس اكو احنا لا نفقد الامل بال 25% الباقي. انت شخص متعرض للتعنيف الشديد، اني اظل اخاف والله أهلي يقولوا لي لا ترحي المحكمة، زين حياتي وين بالموضوع؟ أنا كإنسان تعرضت للتعنيف، حياتي وين؟ رح أعاني من آهات جسدية، آهات نفسية، هذا الشيء يأثر علي ومستقبلاً على أولادي. تتحرمين من حق الشرعي، أنت مو آدمية، أنت مدري شنو من هذا الحكي، وحكي هواية ما أريد أذكره لأن أتألم نفسياً وأنا تعبت مريضة تمرضت يعني. فما أريد أذكر التفاصيل قالها ولا أريدكم تسمعوها. حد ما نام وسعب الثنتين أني يعني غرائضي طشرهم، وهاي سحبتني ملابس ولبستهم، انتظرت الصبح الساعة 7 لزيت الواحد من أهلي مو أخوان أخاف من يومهم، تجيني هسة تأخذني من البيت، شنو صاير؟ قلت له ملك علاقة بس تعالي. فخلال الساعة هو إجا، رحت لأهلي، اكتشف بعدين هو من قاعد الصبح على بهدوء ما حد سمعني، ورحت لأهلي شافوني بيش جايتهم هيجي اتخبلوا ورئيسا راحوا هدوا عليه، راحت مرت أخوي وراعي كل شيء ما أخذوا وياي، رحت بس التليفوني والملابس اللي عليه، فعاتبهم قالوا انتم هاي تصرف وتبكي البارحة وانتم شنو ما فزعتوا لي؟ يقولوا والله احنا ما سمعناها، هاي العذر مالت العيال. وهو يقول اني هي حرمتني من حق الشرع، فمن حقي؟ قال يعني حقك الشرعي تضربها؟ يعني هذا مو شرعا تضربها، وحرام اصلا تضربها.
يعني الله يعينها على ما ابتليت به الفترة الأخيرة، وأتمنى من الله أنه يعوضها خير، وأتمنى أنه ما يكون هذا الشخص اللي مر بحياته يكون ضريبة تفرض على المجتمع وتفرض على العنصر الرجولي إذا صنفته كرجل، لأنه باختصار لو خليت قلبت. يعني هذا اللي أقدر أنصح به. أما بالنسبة لطور العلاج ومرو يعني وعلاجها وتعافيها من هذا، وطبعا هذا شيء لابد منه، لأنه مو معناه أنه شخص يستنزف كل طاقته ويستنزف كل وجوده يعني أو كل كيانها اللي هي دا تريد تحقق نفسها، أنه ينسف من وراء شخص ما عنده هذاك الوعي أو فاقد لتربية وتزكية نفسه بالشكل اللي لو كان بغير هذا بهذا القالب كان لا، يعني ممكن شفنا نتائج أنجح وأفضل من اللي وصلت إليه. المهم صارت مشاكل بيناتنا، أنا بعد قرر الطلاق، ما أبقى ولا دقيقة ويا هيك إنسان. الشخصية هاي مريضة نفسيا بعد اللي شفته. أهلي رأسا خذوني سويت تقرير طبي، تقرير يثبت اللي أنا بي، وأنا محتاجة علاج نفسي وعلاج جسدي وكل شيء. فالتقرير هذا كلش فادني. من رفعنا قضية هو ما قبل، لأن أنت طالعة من البيت وأنت جبتي أهلك وخدتي غراضك وذهبك، مهما يكون أنا سويت صحيح، بس أنا حقي يعني أنا ما أريدك بعد. ظل شكلك ألف مرة يتصل بي باليوم إنه أنا ما أريد أعوفك وأنا أحبك وكل اللي تردين عاد وتعالجي ومدري شو من هالحكي. أنا ما هذا مريض، هذا ما راح يفيد بي، لازم هو يتعالج أول شيء من هذا اللي بي، لأن هذا مو طبيعي. وأنا سألت بي، بس الصراحة أستحي أحكي بهذا الموضوع. أنا هجيت الأخوات هاي الأشياء التفاصيل وإلكم، يعني إخواني ما يدرون بهاي الأشياء، يعني قال لهم بس حرمتي من الحق الشرعي، هم على مدد أنه ضربني بهيش طريقة همجية، فهذا هو السبب اللي خلاهم أنه يقتنعون. وإلا ما حكيت لهم تفاصيل، حكيت لهم وما قلت لهم على ما سالفة المسدس. هي إقامة دعوة بالعنف الأسري قلنا هاي أول شيء، ما بعد التقرير نسوي التقرير وراها للعنف الأسري، تحقيقات تتوجه من محكمة العنف الأسري من قاضي التحقيق، بعد الإجراءات والتثبيت إنه هو تعرضت لحالة الضرب ولا تعرضت لحالة الاغتصاب من قبل زوجها، وراها يتحول إلى محكمة الجنح. محكمة الجنح تصدر به قرار يحكمه في كذا سنة وغرامة مالية فوقها. ما بعدها أو أثناء الإجراءات هذه تقدر تقيم دعوة تفريق للضرر أمام محكمة الشرعية حسب مادة رقم 40 من قانون الأحوال الشخصية. وراها المحكمة راح تربط الدعوة الجزائية مع الدعوة الشرعية، وعلى أساس قرار قاضي الجنح أنه هي إذا ثبتت 100% آثار الضرب والعنف اللي صار بيها، فوراها رأس المحكمة محكمة الشرعية عفوا هي تقوم بالتفريق مع ضمان حقوقها. حقوق الزوجية كاملة اللي هي المقدم والمؤخر، وهنا إضافة إلى الضرر المادي اللي تقدر تقيمه أمام محكمة البداءة، في أنه أكو ضرر مادي، يعني يحكمه قاضي الجنح بأنه فقط بس الجزاء، يحكمه بالتعويض المادي على الضرر اللي صابها. التقرير فادني ورفعنا قضية الطلاق وصار الطلاق الحمد لله. أخذت المؤخر، بس أنا المؤخر مادي 35 كان، لأنه كانوا أهلي حاسين وخاصة الإخوان الكبار، وبعد اللي صار لامونا كل شيء هواية وبقوا زعلانين علي. الخمس ملايين اتفقنا بأنه إحنا بيناتنا والمحامية بأنه يعطيني إياها كل خمسة كل فترة، يعني خلصنا العدة الثانية خمسة وراها وهكذا لحد ما خلصت. هسه أنا ما أفكر بأي زواج بعد هاي السنوات كلها اللي حبيت بيها، وما أعرف أنا غلطانة لاختياري وهاي الأشياء بعد الزواج. شلون واحد يقدر إنه يحكي بهيجي أشياء قبل الزواج؟ مستحيل. بس هو الشخص يمكن يكتشف لأن بعد الزواج، فهو هذا كان للأسف يعني خطأي بأنه أنا أصريت عليه، هواي ناس يجون وأنا أصريت على هذا، وبالتالي يعني الحمد لله أنه
عدت على خير ولو طلعت أنا سليمة. نصيحتي للكل عموما أوجه بي بالحديث النبوي اللي هو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل شخص لازم يعرف موقعه بالحيوان، يعرف هدفه من الوجود في هذه الحيوان، شنو اللي يريد يوصله بحياته. كل واحد إذا ما خلف هدف معين يوصله وهدف سامي لازم يتجنبون هاي إذا جاز لي التعبير العيش العبث، أنه أنا أعيش على أخطاء الغير وأعيش على أكتاف الغير. أحاول جهد الإمكان أنه أسير في هذه المنظومة الحياتية بمعية رب العالمين أولا، واستشعار أهمية الأنفس وأهمية الذوات اللي موجودة داير مدايري، لأنه الإنسان كل ما تزيد معارفه تزيد علاقاته تزيد عليه مسؤولياته، ولهذا العلاقات يعني حسب ما يوصفها أحد المدربين بالتنمية البشرية يقول قليلها دفء وكثيرها عبء. بالضبط مثل الواحد اللي يعني مثلا مستبرد أو كذا، من يتغطى بغطى واحد غطى يعني يتحقق الدفع عنده، بس لا إذا يتغطى أكثر من المعقول لا راح يصير عبء عليه. فواحد اللي يطلب أنه يعرف إمكانياته، رب العالمين يقول أحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ الإنسان ما مخلوق عبث، مخلوق لغاية معينة. الله سبحانه وتعالى نطاك أرض يعني تستثمرها، نطاك ناس تستثمرها، نطاك علاقات تسخرها بالجانب الرشيد بالجانب الحكيم. ما ممكن أنه يندثر هذا الاندثار ويكون عبئها وثقلها وتبعاتها السيئة ضدك. ما أعتقد أنه من الحكمة أنه توصل الأمور بالبشر إلى هذه المواصل. فالواجب على الكل أنه يعيد النظر في قدر نفسه، وأن يعلم الغاية اللي نشأ من أجلها والهدف اللي يتمنى أن يوصل في نهاية هذه الحياة. والله أنا أحب أوجه النظر على موضوع معين اللي هو فقط مصير الاختصار ما بين الزوج والزوجة، ده يصير ما بين الأخوان. عرض علي وهواية دعاوي هيك انه هذا ما حد مسلط الضوء عليه. اكو بنات بعمر الورد اللي 12 سنة والعشر سنوات دي يتأذون ودي يعانون من هذا الموضوع. فهنا انا اوجه على الاهل او الام اللي تنتبه دي تشوف وضع اطفالها دي يتغير. هاي البنية اللي عمرها 10 سنوات ولا 12 سنة من يحصل وياها هاي شي موضوع، ايش راح ننتج احنا للمجتمع؟ ننتج ناس مريضة نفسياً. زين أوكي تمرضت نفسياً واحتمال تحملت وكبرت، شلون راح تربي أطفال مستقبلها؟ هذا يعني أنا كلش أوجه عليه، ويعني أتمنى إنه يصدرون قرارات حكم قوية بالشخص، عقوبات قوية بالشخص اللي يسوي هيك ويا أخته. وأوجه على العالم إنه لا يخافون، احجوا حتى يرحمون الأطفال من هيك أذية.